بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أنا سامحوني أنسى بأرقام الدروس، أرقام الدرس 15، وبعد فهذا والدرس 15 من سلسلة دروس كتاب إفاضة الأنوار شرح متن المنار. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وهي أي مطلق القدرة نوعان. وهي أي مطلق القدرة، يعني التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه من غير حرج، من غير حرج، لا حرج مالي ولا حرج بدني. وهي أي مطلق القدرة نوعان. النوع الأول مطلق، يعني قدرة مطلقة، مطلق عن التقييد بشيء مما يأتي، مطلق عن التقييد بشيء مما يأتي، ويسمى القدرة الممكنة، وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بلا حرج، غالبا بدنيا كان أو ماليا. أول شيء قال مطلق عن التقييد بشيء مما يأتي، سيأتي معنا بعد قليل الحديث عن القدرة الميسرة، عن القدرة الميسرة. القدرة الميسرة هي النوع الثاني، هي النوع الثاني، فهي مقيدة بأشياء وبأمور ستأتي معنا. النوع الأول مطلق عن التقييد بشيء مما قيد به القدرة الميسرة أو الميسرة، القدرة الميسرة. قال قدرة الأول مطلق عن التقييد بشيء مما يأتي، ويسمى هذا النوع من القدرة يسمى القدرة الممكنة، القدرة الممكنة. لما سمي بالقدرة الممكنة؟ قال لكونه وسيلة، لكونه وسيلة إلى مجرد التمكن والاقتدار من الفعل. يعني لا يشترط أنت أن تأتي بالفعل كله، بل أنت تكون قادرا على إنشاء الفعل، أنت تكون قادرا على إنشاء الفعل. يعني مثلا المرأة الحائض، المرأة الحائض التي تطهر قبيل دخول وقت العصر بزمان يتسع لغسل وتحريمة، هذا الوقت هو قدرة ممكنة، صارت مخاطبة بالصلاة، هي غير قادرة على أن تنشئ، أن تأتي بالصلاة كلها، ولكنها قادرة على إنشاء الصلاة. فهذا معنى الشيء. قال ويسمى القدرة الممكنة، قلنا لأنه وسيلة، لأنه وسيلة إلى مجرد التمكن والاقتدار على الفعل، يعني إنشاء، إنشاء الفعل. ويصبح هذا الفعل، هذا الفعل ليس متيقن الوقوع، لأنه ممكن أبدا 10 دقائق أن تغتسل المرأة وتصلي، ولكن هذا الزمان، هذا الزمان يتوهم، يتوهم وقوع الفعل فيه كاملا. يعني قد يخرق لها الأمر العادة فيتسع هذا الوقت لها، يتسع هذا الوقت لها فتفعل فيه، وهذا حصل كرامات لكثير من الأولياء والصالحين كثيرا. نعم، الذي ما يحكى عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ بين المغرب والعشاء ختمة واحدة، بين المغرب والعشاء ختمة واحدة، فيقول قائل كيف هذا ختمة واحدة؟ مستحيل، لا ليس مستحيل. أنت إذا نظرت إلى الأمر بعقلك تجده عادي جدا. كيف عادي جدا؟ الوقت ما هو؟ الوقت وعاء. من الذي خلق هذا الوعاء؟
الله عز وجل. الذي خلق هذا الوعاء قادر أن يجعل بهذا الكأس لتر ماء، وقادر أن يجعل فيه 1000 لتر ماء، لأن خالق هذا الوعاء من؟ سأقرب الأمر إلى ذهنك أكثر. معروف البالون؟ بالون. أتينا بـ2 بالونين أو 3 بالونات. في عندنا ولد صغير عمره 5 سنين، وعندنا ولد عمره 10 سنين، وعندنا ولد عمره 20 سنة. وأعطينا البالونات 3، كل واحد ينفخ في هذا وكل وهذه البالونات من مصنع واحد ومقياس واحد ومواصفات واحدة. كل واحد يضع في هذا البالون الهواء بمقدار الهواء الذي يتناسب مع قدرته. فالطفل يقع هواء، يضع في هذا البالون هواء قليل، 10 سنوات هواء أكثر، 20 ينفخ البالون كثير. الطفل الصغير ينظر هكذا، أوه كيف أنت فعلت بالبالون، يتعجب ويرى هذا أمرا خارقا للعادة. لا، هذا ليس أمرا خارقا للعادة، ولكن أنا فعلت في هذا البالون ما هو بقدرتي. وهكذا الوقت، هذا هو الوقت، الوقت هو كالبالون، وعاء من مطاط. فكل واحد منا ما هي القدرات التي أمتعك الله بها تجعل في هذا الوقت. فأنت على قدر قربك من الله تبارك وتعالى، على قدر ما يفيض الله عز وجل فيك من الأشياء، ينظر الناس هكذا إليك بعين العجب والاستغراب، كيف يفعل هذا، كيف يفعل هذا. لا، ليس كيف يفعل، هذه القدرات أمتعه الله بها. كذلك هذه المرأة قد الباري تبارك وتعالى يعني يكرمها بأن تصلي بهذه الدقائق. لذلك قالوا هذه الطاعة هنا موهومة وليست متيقنة. قال: وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بلا حرج، غالبا بدنيا كان هذا الحرج أو ماليا. قال: وهو أي الأدنى الذي يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهو شرط في وجوب أداء كل ما ثبت بالأمر. هذا الأدنى هو شرط في وجوب أداء كل ما ثبت بالأمر. قال: كالصلاة، كالصلاة وغيرها، كالصلاة وغيرها. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ قال: والشرط توهمه، أي توهم التمكن، توهم التمكن المذكور. ما هو التمكن المذكور؟ أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بلا حرج غالبا كما ذكر الشيخ. قال: والشرط توهمه، أي توهم التمكن المذكور لا حقيقته، وليس الشرط حقيقة التمكن المذكور. توهم يعني ليس الشرط أن تؤدي الطاعة كلها بهذا الوقت، لا، الشرط أن تتوهم إيقاع هذا الفعل. قال: حتى قلنا بناء على هذه القدرة الممكنة، حتى قلنا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت، أو طهرت يصح الوجهان، الحائض في آخر الوقت كما قلت قبل قليل، يعني في جزء قليل من هذا الوقت. قال: مقدار ما يسع التحريم، مقدار ما يسع التحريم، هذا عند أبي يوسف رحمه الله، أما عند أبي حنيفة ومحمد مقدار ما يسع كلمة الله. قال: لزمه الصلاة، لزمه الصلاة عندنا، يعني لزم أولئك الصبي والكافر والمرأة لزمه الصلاة. لما؟ قال: لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف الشمس، بتوقف الشمس. طب توقف الشمس هل هو مستحيل عقلا
أم هو جائز عقلا؟ قال هو ممكن عقلا، هو ممكن عقلا. لذلك قال قال كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام، وهو ما روي أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما جلس على كرسي الحكم كرسي الملك عرضت عليه الصافنات الخيول الجياد العظيمة الرشيقة في التي فيها جمال في مشيتها ومظهرها، عرضت عليه وبدأت تمر أمامه يراها ويعدها ونعم الله عز وجل، فاشتغل بها وشغلته عن صلاة العصر. فلما أدرك أن هذه النعمة شغلته عن صلاة العصر ماذا فعل؟ أقبل عليها بالنحر وقام بذبحها كلها، ذبحها كلها. في ذلك يقول القرآن فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ما ترك منها خيلا واحدا، لأنها شغلته عن ذكر ربه عز وجل. وهذا شأن الصالحين من عباد الله، كل ما يشغلهم عن الله يخرجونه عن أيديهم، لا يريدونه. أي شيء يشغل، حتى أحد الصالحين اشترى أمة، ففي الليل هو معتاد على ورد معين من القرآن والذكر والصلاة، فأثناء الصلاة صار قلبه وكانت جميلة، صار قلبه يحدثه بها، شغلته. فلما شغلته نظر إليها قال اذهبي فأنت حرة، انتهى، قطع علاقته بها. وهذا شأن الصالحين من عباد الله عز وجل، لا يسمحون لدنيا أن تشغلهم. فسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما شغلته هذه الخيول قال قام بذبحها كلها. قال فالباري تبارك وتعالى أكرمه بأن رد الشمس له ليؤدي الصلاة له. والقاعدة عندنا أهل السنة كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. والأمر سهل، هذا الوهابية والتلفية خوارج هذا الزمان عقولهم أحبابي لا تقبل هذا. ليه؟ لأنهم هم لا ينظرون إلى مصدر الأمر. الآن الشمس، إيقاف الشمس أمر مستحيل ولا جائز عقلا؟ جائز عقلا، لأن الذي أجراها الباري تبارك وتعالى وهو القادر على إيقافها، انتهى. هل الأمر ليس فيه يعني ليس لا يتعذر فهمه، ولكن سبحان الله العقول المتحجرة تبقى متحجرة. فإذا يقول الشيخ لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف الشمس كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام، فثبت بهذا القدر وجوب الأداء بهذه الدقيقة، ثبت وجوب الأداء. ثم بالعجز عن الأداء يلزمك القضاء، فأنت الآن واجب عليك. لذلك هذه الحائض الذي طهرت وجب عليها الأداء، ولكن لا تعاقب لعدم الصلاة. هذا القضاء وجوب الأداء ثمرته وجوب القضاء. واضح الكلام أحبابنا؟ يعني لا ينالها، لا تندرج تحت قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لا، ليه؟ قال للعجز عن الأداء، للعجز عن الأداء. نعم. الله. قال وكامل، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني من أنواع القدرة. قال وكامل، وهو مقيد. الكامل هناك قلنا مطلق، هنا الكامل القدرة الميسرة هي هذا النوع الثاني، مقيد بصفة التيسير، مقيد بصفة التيسير. قال وهو القدرة الميسرة للأداء. ماذا يعني الميسرة للأداء؟ قال أي الموجبة، القدرة الموجبة لتيسير الأداء على المكلف. يعني بعدما ثبت إمكان الإتيان بالمأمور به بالقدرة الممكنة،
بعدما ثبت إمكان الإتيان بالمأمور به بالقدرة الممكنة، فالقدرة الميسرة هي كرامة من الله تبارك وتعالى، وتكون في الدرجة الثانية، انتبه، تكون في الدرجة الثانية من القدرة الممكنة. تأمل الآن، زكاة المال، والآن الشيخ سيذكرها، سيذكر ذلك، زكاة المال، زكاة المال. لو أنت الآن معك 100 درهم، 100 درهم، أو معك مال غير نامي، النماء هو القدرة الميسرة، النماء هو القدرة، معك مال غير ما نامي لا ينمو، أوجب الشارع عليك أن تخرج من هذا المال الغير النامي، ماذا يؤدي هذا؟ يؤدي إلى نقصان مالك، إلى نقصان هذا المال، فيكون في ذلك مشقة عظيمة عليك. فوجود المال عندك هذه قدرة ممكنة للإنفاق، أنت قادر على الإنفاق، فيسر الله عليك الإنفاق بأن أضاف إلى هذا، إلى وجوب الإنفاق، النماء. يسر الله عليك الإنفاق بأن جعل من شرط وجوب الزكاة أن يكون هذا المال ناميا، فيكون الإخراج من أصل المال أم من النماء؟ من النماء، فيبقى المال على ما هو عليه، فلا تحزن أنت، تقول المال إذن لا ينقص، رأس مالي موجود، واضح؟ فهذا كان منة من الله عز وجل، لذلك سميت هذه القدرة بالقدرة الميسرة. قال: وهي زائدة، القدرة الميسرة زائدة على الممكنة بدرجة التيسير بعد التمكين. يعني أول شيء أنت قادر على الإنفاق، قادر على هذا الفعل، ثم جاءت هذه القدرة لتيسر لك هذا الفعل، هذا الفعل. قال: ودوام هذه القدرة، يعني الميسرة، دوام القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب، ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها، فما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب، وإذا انتفت القدرة الميسرة انتفى الواجب. ليه؟ قال: لأن الواجب ثابت باليسر، الواجب ثابت باليسر. يعني أنت مثلا، أعطيك مثال، اشتريت عقارا بنية التجارة، فهذا العقار يلزمك أن تخرج زكاته. ليه؟ لأنه مال نام. قبل حولان الحول قلت: لا أريد أن أتاجر بهذا العقار وسأبقيه لأولادي، لا يجب عليك الزكاة. لرفع عنه اسم النماء. فإذا القدرة الميسرة، قال: ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها. ماذا يجب بالنماء؟ الإنفاق. ارتفع النماء الذي هو القدرة الميسرة، ارتفع الوجوب. واضح الكلام أحبابنا؟ قال: ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها، لأن القدرة الميسرة شرط في معنى العلة، شرط في معنى العلة، لأنها تقدير الكلام، وكانت شرطا في معنى العلة لأنها، واضح؟ إذن لأنها شرط في معنى العلة، وكانت شرطا في معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجب من العسر إلى اليسر، من العسر إلى اليسر. طبعا هذا لا يعني أن المأمور به كان واجبا بالعسر بقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط هذه القدرة الميسرة إلى اليسر، لا، ليس هذا المراد. انتبه، أعيد، قال: لأنها شرط، نربط الكلام، قال: ودوام هذه القدرة الميسرة شرط لدوام الواجب بها، وكان دوامها شرطا
لدوام الواجب لأنها شرط في معنى العلة، وكانت شرطا في معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر. فلا يعني قوله لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر، لا يعني هذا أن المأمور به كان واجبا بالقدرة الممكنة على صفة العسر، ثم جاءت القدرة الميسرة فجعلته ميسرا. لا، ليس هذا المراد، بل معناه أن الله، بل معنى هذا الكلام، معنى كلام الشيخ أن الله عز وجل لو أوجب الله عز وجل هذا الفعل، لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة كما أوجب الصلاة والصيام وغير ذلك، لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بالقدرة الممكنة. ولكن الله عز وجل بفضل منه ومنة منه أوجب هذا الفعل بالقدرة الميسرة. فهمنا أحبابنا معنى قوله لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر. قال: حتى بطلت، أي سقطت الزكاة، وسقط العشر، وسقط الخراج بهلاك المال، يعني بهلاك المال الذي وجب فيه كل من الزكاة والعشر والخراج. ولو كان ذلك الهلاك، قال، بعد التمكن من الأداء، ولو كان ذلك الهلاك بعد التمكن من الأداء. لما بطلت الزكاة والعشر والخراج؟ قال: لاشتراط دوامها، يعني لاشتراط دوام القدرة الميسرة التي هي وصف النماء. قال: بخلاف الأولى، يعني بخلاف أي القدرة الممكنة، فإن بقاءها، بقاء القدرة الممكنة، ليس بشرط لبقاء الواجب. القدرة الميسرة قلنا هي شرط بمعنى العلة، أما القدرة الممكنة قال فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب. لما؟ قال: لأن القدرة الممكنة شرط محض، شرط محض، وليس كالقدرة الميسرة شرطا بمعنى العلة. نعم، فهي شرط، القدرة الممكنة شرط محض، ليس فيها معنى العلة، ليس فيها معنى العلة. الله. وطبعا معلوم لديكم أحبابنا أن بقاء الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب. بقاء الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب. مثال النكاح، من شروط صحة النكاح الشهود. فلان تزوج زيد، تزوج هندا بالشهادة عمرو وبكر، وبعد 5 سنين تبين له أن زيد وبكر ماتا بعد العقد ب10 دقائق، فهل ال5 سنوات هذه كلها حرام؟ فإذا زيد وعمر هما الشاهدان، فهل يشترط بقاؤهما لبقاء النكاح؟ إذا بقاء الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب، كما قلنا كالشهود في مسألة النكاح. قال: حتى لا يسقط الحج، تغير الماء. قال: حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. لا يسقط الحج وصدقة الفطر
بهلاك المال بعد وجوبهما. لما؟ قال لوجوبهما بقدرة ممكنة، بقدرة ممكنة، وهي القدرة على أن يمشي ويكتسب ويملك نصف صاع. هنا قال وهي القدرة. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته على إفاضة الأنوار قال لعل في الكتاب سقطا هنا لابد من إضافة لا، يعني وهي للقدرة على أن يمشي، لابد من سقط من إيش كلمة لا، يعني قال وهي يصبح تقدير الكلام أول شيء ضع كلمة لا قبل القدرة حتى نستطيع نفهم العبارة. قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال بعد وجوبهما. قال لوجوب الحج وصدقة الفطر بقدرة ممكنة. ما هي القدرة الممكنة؟ قلنا هي الزاد، القدرة الممكنة الزاد والراحلة في الحج، الزاد والراحلة في الحج هذه القدرة الممكنة، والنصاب في صدقة الفطر. قال لوجوبهما بقدرة ممكنة لا القدرة على أن يمشي ويكتسب ويملك نصف صاع. واضح؟ يصبح لدينا كلمة وهي، هذه وهي ينبغي أن تكون ليست من الكتاب بناء على ما ذكره الشيخ ابن عابدين في حاشية نسمات الأسحار. إذا لوجوبهما لوجوب الحج وصدقة الفطر بقدرة ممكنة لا القدرة على أن يمشي ويكتسب ويملك نصف صاع. قال والزائد زائد على أصل القدرة، يعني واشتراط الزائد على الزائد على الزاد والراحلة في الحج، واشتراط الزائد على ملك النصاب في صدقة الفطر زائد على أصل القدرة الممكنة. فالأصل القدرة الممكنة في الحج وصدقة الفطر إنما هو الحج الزاد والراحلة فقط، وصدقة الفطر النصاب. فاشتراط الزيادة على الزاد والراحلة الذي هو القدرة على المشي والقدرة على الاكتساب، القدرة على المشي في الحج والقدرة على الاكتساب بالنسبة لصدقة الفطر، اشتراط الزائد على النصاب واشتراط الزائد على الزاد والراحلة قال هو زيادة على أصل القدرة الممكنة. فإذا كان زائدا على اشتراط القدرة الممكنة فلا اعتبار له. لذلك الشيخ قال لك قال لا القدرة على أن يمشي ويكتسب ويملك نصف صاع. الله. قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطرة بهلاك المال بعد وجوبهما. لما؟ قال وجوبهما بقدرة ممكنة لا القدرة على أن يمشي، يعني لا وجوبهما لم يجب الحج على المكلف بالقدرة على أن يمشي، ولم تجب صدقة الفطر بالقدرة على الاكتساب وامتلاك النصاب، لا، إنما وجب الحج بالزاد والراحلة بامتلاك الزاد والراحلة، ووجب صدقة الفطر بامتلاك النصاب. قال وهل تثبت صفة الجواز، يعني لما فرغ الآن المصنف رحمه الله من بل الحديث عن المأمور به والحديث عن أنه يشترط أن يكون المأمور به حسنا، شرع الآن في بيان مسألة وهي نوعا ما هامة، وهي أن الإتيان، أنك أتيت بالمأمور به هل يكون هذا المأمور به مجزيا أم لا يكون مجزيا؟
يعني هل الإتيان بالمأمور به يوجب الإجزاء أو لا يوجب ذلك؟ الإجزاء، لأنك يعني الإتمام، يعني أن يكون أنه أنك سقط عنك، سقط عن ذمتك إن أتيت بالمأمور به، هل يسقط عن ذمتك أم لا يسقط عن ذمتك؟ قال: وهل تثبت صفة الجواز يعني الإجزاء للمأمور به إذا أتى به، يعني إذا أتى المأمور بالمأمور به؟ الله، وهل تثبت صفة الجواز، أي هل يثبت الإجزاء أن هذا الفعل أن يسقط عن، تمام، أنت غير أن غير مخاطف فيه، تم أتيت به يعني صليت بعد أن انتهيت من الصلاة، هل هذه الصلاة أجزأتك عن الفرض التي أنت مطالب به أم لم تجزئك؟ قال بعض المتكلمين، والمراد بذلك المعتزلة، قال: لا تثبت يعني صفة الإجزاء حتى يقترن بالأمر دليل، يعني لا نحكم بالإجزاء حتى نعلم من خارج أن المأمور به أو أن المأمور أتى بالمأمور به مستجمعا للشرائط والأركان، حتى نقول له بأن هذا الفعل هو مجزٍ، أنك أتيت به وأنت الآن قد سقط عن ذمتك. لذلك قالوا: الإجزاء عندنا، قالوا، هو عبارة عن سقوط القضاء عما أتى به. سقوط القضاء، الإجزاء عندهم هو عبارة عن سقوط القضاء عما أتى به، هذا مذهب المعتزلة. وكثير من علمائنا عندما يقول بعض المتكلمين أو بعض الحكماء، عفوا، عندما يقول الحكماء يقصد بذلك المعتزلة والفلاسفة. قال: والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت صفة الجواز للمأمور به، يعني بمجرد إيجاد الفعل تثبت صفة الجواز للمأمور به، لأن مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور به، وذلك أي كون المأمور به حسنا إنما يكون بعد جوازه. بعد جوازه ليس جل أفكارهم معتزلة، لا، عقيدتهم اعتزالية، عقيدتهم اعتزالية الشيعة المعتزلة، لا، المراد بهم هنا المعتزلة، نعم، المراد بهم هنا المعتزلة. فالإجزاء عند الفقهاء، فالإجزاء عند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتثال بإيجاد المأمور به كما وجب. فالإجزاء عند الفقهاء، عند أهل السنة والجماعة، هو عبارة عن حصول الامتثال بإيجاد المأمور به كما أوجبه الله تبارك وتعالى. نعم. فأنت إذا أتيت بالمأمور به كما وجب سقط القضاء عنك، سقط القضاء عنك. قال: ويثبت انتفاء الكراهة. قال: والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت صفة الجواز للمأمور به، ويثبت أيضا يعني بمجرد الفعل انتفاء الكراهة، انتفاء الكراهة. قال: يخرج قول الرازي: قد يتناول الأمر المكروه، يعني قد يأمرك الله عز وجل بالمكروه، بفعل هو مكروه أن تفعله، كأداء عصر يومه عند التغير، عند التغير. الله. قلنا: المأمور به هو الصلاة، المأمور به في وقت التغير صلاة العصر، المأمور به هو الصلاة. قال: ولا كراهة فيها، يعني ولا كراهة في الصلاة من حيث إنها صلاة، واضح.
فالكراهة ليست في نفس المأمور الذي هو الصلاة، وإنما الكراهة فيما قارنها. قلنا المأمور به هو الصلاة ولا كراهة فيها، بل في التشبه بعبدة الشمس. قال: وأما القبول، الآن تكلمنا عن الإجزاء، الآن تكلم عن القبول، أنا صليت الآن وكان الصلاة مستجمعة للواجبات والفرائض والسنن والأركان والآداب وغير ذلك، ولكن هل هي مقبولة أم غير مقبولة؟ الله تعالى أعلم. الحديث في القبول شيء آخر. قال: وأما القبول فلا يدرى، هو المختار، ولكن الذي يأتي بالعبادة كاملة الأركان والواجبات والسنة والآداب إلى غير ذلك، يعني هذا جانب القبول عنده راجح، جانب لا سيما أفعال السر، يعني أنت عندما تقوم في جوف الليل ولا يراك إلا الله عز وجل أو أهل بيتك أحيانا وتصلي، يعني إن شاء الله هذا مقبول. لذلك الإمام الجنيد رحمه الله تعالى لما رؤية في المنام، الإمام الجنيد معروف، إمام الجنيد لما رؤية في المنام قيل له في المنام: يا إمام ماذا فعل الله بك؟ يعني كل من أنت عندما تسمع بموت عالم عظيم وشهر عنه أنه كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويعلم وإلى آخره، تتمنى أن تعرف كيف قابل الله وكيف قابله الله. فرؤية الجنيد في المنام فقيل له: يا إمام ماذا فعل الله بك؟ فقال لهم: طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في جوف الليل. يعني تلك العلوم التي كنا نتعلمها ونعلمها، وتلك المجالس وتلك الكتب التي قرأناها، كل هذه تلاشت ذهبت، وما نفعنا بين يدي الله عز وجل إلا ركيعات. طبعا هذا الكلام للعلماء فيه أقوال. من جميل تفسير هذا الكلام أن جميع الدروس والعلوم والمصنفات هذه كلها موجودة على جنب، يعني ستناقش للحساب. أما الركيعات التي في جوف الليل هذه لا نناقش بها، هذه مقبولة، هذه لا رياء فيها، هذه خالصة، وهذه مفتاح النجاة. قال: وما نفعنا، يعني لم نعرف أننا من الناجين إلا عندما عرضت علينا هذه الركيعات في جوف الليل. بعد ذلك طبعا سنحاسب تلك الأعمال، ما كان لله سيضم إلى تلك الركيعات، وما كان لغير الله سنلام عليه ويتوجب الحساب على تلك الأمور. فلذلك احرص على أعمال السر لعل الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل لما رؤية في المنام قيل له: ماذا فعل بك؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. قيل له: بما؟ قال: بهرة كنت في يوم من الأيام أمشي في أزقة بغداد، وكانت ليلة عاصفة باردة، فوجدت هرة مبتلة وهي باردة كاد البرد أن يقتلها. قال: فأخذتها رحمتها ووضعتها في كمي في الجبة، رحمتها من البرد فقط، فرحمني الله برحمتي لها. وحديث الكلب كذلك معروف إلى غير ذلك. فالقبول قال فلا يدرى. المهم أعمال السر أحبابنا هي أرجى للقبول إن شاء الله تعالى. وأما القبول فلا يدرى، هو المختار كما في الولواليجية وغيرها. دعم يا أخي. والمعتزلة لا تسكت حتى يقترن بالأمر دليل، ما هو دليل؟ قالوا لك الدليل من خارج، مخبر آخر من خارج، يعني مثلا أنت عندما صليت جاءك كان يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العمل مجزن، لا بد من دليل يدل على أن هذا العمل هو مجزن. الآن يعني لا بد من دليل عندهم. هم لهم أدلتهم على ذلك. المعتزلة مولانا أمورهم كلها مبنية على العقل، مبنية، هم ألهوا العقل وساروا وراءهم.
قال وثمرته في قوله عليه الصلاة لا إنسان قال وإذا عدمت صفة الوجوب. الآن شرع في مسألة ثانية. قال وإذا عدمت صفة الوجوب، وإذا عدمت صفة الوجوب الثابت للمأمور به، يعني إذا نسخ الوجوب، إذا نسخ الوجوب الثابت، كان هناك أمر كان واجبا علينا ثم نسخ، هل يبقى هذا الأمر جائزا أن نفعله؟ هل يبقى متصفا بصفة الجواز أم بالنسخ ارتفعت عنه صفة الجواز؟ قال وإذا عدمت صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز للمأمور به عندنا، خلافا للشافعي. يعني الشافعي يقول تبقى صفة الجواز بعد نسخه، بعد نسخه. هو يستدل على ذلك بصوم عاشوراء. عاشوراء في أحد الأقوال أنه كان فرضا، أنه كان فرضا علينا ثم نسخ فرضيته، نسخت فرضيته فبقي صيامه جائزا، بقي صيامه جائزا. فالرد عليه مد فقهاؤنا قالوا نعم صيام عاشوراء كان فرضا وصار الآن جائزا، الجواز إنما ثبت بدليل آخر، الجواز ثبت بدليل آخر. قال وثمرته، يعني ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، في تظهر يعني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير فإنه، طبعا انتهى الحديث، فإنه أي الحديث يعني، فإن الحديث يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث. ما قال فليأتي، قال فليكفر عن يمينه. الأصل عندنا كما تعلمون لو كفر قبل الحنث كفر عن يمين ثم حنث وجب عليه أن يعيد الكفارة، ولكن هذا الحديث، هذا الحديث ظاهره ماذا يفيد؟ يفيد سبق تقديم الكفارة على الحنث. قال وذلك منسوخ بالإجماع، وذلك منسوخ بالإجماع. إيش وذلك منسوخ بالإجماع؟ يعني كون أو كون الكفارة، كون الكفارة سابقة على الحنث هذا منسوخ، وأجمعت الأمة على أنه منسوخ، أجمعت الأمة على أنه منسوخ. ليس معنى كلام وذلك منسوخ بالإجماع أن الناسخ هو الإجماع، لا، منسوخ وأجمعت الأمة على أنه منسوخ. وذلك منسوخ بالإجماع. قال فجوازه عنده لا عندنا، يعني عنده عند الإمام الشافعي لو أنه كفر ثم حنث لا يجب عليه أن يعيد كفارة. لما؟ لأن صفة الجواز تثبت عنده بعد النسخ، أما عندنا صفة الجواز لا تثبت بعد النسخ. وبناء عليه لو أنه كفر ثم حنث وجب عليه أن يعيد الكفارة. ثم قال والأمر أي المأمور به نوعان. شرع الآن في تقسيم المأمور به في حكم الوقت. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.